السلام عليكم. عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعز اجتماعاً موسعاً للأحزاب السياسية لمناقشة وضع رؤية موحدة للخروج بالمدينة من كل أزماتها. وضم الاجتماع ممثلين عن حزب الإصلاح والمؤتمر المؤيد للشرعية والاشتراكي والتنظيم الناصري واتحاد القوى الشعبية وحزب الرشاد والبعث العربي الاشتراكي. المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجنة موحدة تتكون من رؤساء الدوائر السياسية التابعة للأحزاب تعمل على استقبال الرؤى والعمل على دراستها وصياغتها ضمن رؤية واحدة وعمل آلية لتنفيذ الرؤية خلال أسبوعين من تاريخه. يرى متابعون أن الاجتماع يأتي ضمن حالة التباينات السياسية الدائرة في تعز وانعكاس تلك التباينات على الأوضاع الأمنية، كان آخرها الاختلالات الحاصلة بين الجهات الأمنية ومصلحة الجوازات. شرطة تعز من جهتها قالت في بيانها إنها تابعت باستغراب ما يتداوله ويحاول أن يروج له البعض بهدف تشويه المسار والحلم المؤسسي المنشود للمؤسسة الأمنية في خطوات بنائها الصعبة، وذلك حول ما حدث اليوم في فرع مصلحة الجوازات من إيقاف القائمين على بعض الأعمال هناك. بيان إدارة عام شرطة محافظة تعز الذي أشار بشكل واضح إلى طبيعة الاختلالات الأمنية المتعلقة بمصلحة الجوازات والتي أدت إلى إغلاق المصلحة، ووفق ما أشار إليه بيان الشرطة عدم إشعارهم بقرار التعيين حد قولهم. إذن مشاهدينا الكرام، حول مؤسسات الدولة في تعز الحضور والتعثر ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، أستضيف فيها الأستاذ خالد عقلان المحلل السياسي وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خالد. أهلا بك. إذن قبل أن نبدأ أستاذ خالد هذه الحلقة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هذا المشهد لأبناء تعز على باب مصلحة الجوازات يعكس رغبة المواطنين بحضور الدولة بعد أن تم تحرير المبنى من ميليشيا الانقلاب ليتم مباشرة العمل فيه كمؤسسة خدمية لها علاقة بهوية اليمنيين الراغبين في السفر. اللافت أن مكتب مصلحة الهجرة والجوازات تعرض للإغلاق بعد يوم واحد من تدشين العمل فيه، وكما تفيد الأنباء الواردة فقرار الإغلاق جاء بناء على توجيهات أمنية دون الإفصاح عن أسباب إغلاق الفرع الذي توقف العمل فيه منذ عامين. نقول تشبه الخطورة. مؤسسات الدولة في تعز من الحضور إلى التعثر، صورة تجسد المدينة التي تقاوم طويلا من أجل استعادة الدولة من قبضة ميليشيا الانقلاب، لكنها بالمقابل تواجه مصدات أخرى ونيران صديقة لها علاقة بغياب الدولة، وغالبا ما تكون تلك التعثرات ناتجة عن مكايدات أو نكايات. بحسب متابعين تمضي تعز بخطوات متعثرة نحو استعادة الدولة، وهي المدينة التي تعرضت لضربات رأسية وأفقية منذ الاجتياح والانقلاب. ظهرت تلك الضربات بشكل جلي وواضح في بنية الدولة الأمنية والمؤسسية على حد سواء. السلطة المحلية تبدو الحاضر الغائب فيما يتعلق بحل الإشكالات التي تعتري حضور الدولة، دون ما اتخاذ قرارات تفصل التداخل في بنية المؤسسات الأمنية، على وجه التحديد في غياب المحافظ الطويل الذي يربك المشهد ويبعث تساؤلات عن غيابه أو تغييبه وشتان بين الموضوعين. الملف الأمني في تعز ليس بمعزل عن الخلافات السياسية التي تنعكس بشكل واضح على الوضع الأمني في ظل سيطرة جماعات من خارج مؤسسات الدولة، حتى في ظل الحديث عن الدمج الشكلي للبعض منها دون تحول فعلي لذلك الدمج إلى واقع ملموس. التضارب في ملف الجيش والتوظيف وإسقاط الأسماء من الكشوف إشكالات تضاف إلى إشكالات غياب مؤسسات الدولة. هذه التفاصيل الحساسة تلقي بظلالها على أوجاع المدينة التي تعيش ليل القذائف ونهار البحث عن الدولة التي تقاوم من أجل استعادتها. نعم، إذن بداية أستاذ خالد، يعني لو بدأنا من الاجتماع الموسع للسلطة المحلية بتعز مع الأحزاب السياسية وطلب رؤية من كل حزب لدمجها برؤية واحدة تنطلق تحت المقاومة وتجميد أيضا الأحزاب، كيف ترى هذا الاجتماع وتوقيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع يمثل بارقة أمل في مشروع استعادة الدولة الذي استمر اليمنيون لعقود طويلة يبحثون عن مشروع استعادة الدولة منذ أن طرأ على المشهد علي عبد الله صالح في انقلاب دموي كان بمساندة ومساعدة أطراف إقليمية لا تريد أن يكون هناك لليمنيين دولة،
قوية في اليمن، تحفظ لليمنيين تراثهم التاريخي وتبقي اليمن يعني فاعلا حقيقيا في الجزيرة العربية. مسألة الاجتماع الذي طرأ اليوم هو يعكس الدور التاريخي لتعز في مشروع يعني مشروع الدولة واستعادة الدولة والحضور الكبير لأبناء تعز سواء في الحركة الثورية في الشمال أو في الجنوب فيما يتعلق بمسيرة العمل الوطني في المقاوم للاستعمار في الجنوب وكذلك للإمامة في الشمال منذ الحركة التحررية التي استمرت لعقود طويلة. لكن الظاهرة اللافت في هذا الاجتماع أن الظاهرة السياسية ما زالت حية رغم محاولة تغييب الدولة من أطراف للأسف الشديد هي في التحالف العربي وتسعى إلى تغييب مفهوم الدولة، ونحن نعرف أن هناك انقلاب غير معلن في عدن ووضع تعز لا زال رغم كل المعيقات ورغم كل الصعوبات ورغم كل المؤامرات الموجودة، وتعز أصبحت بين فكي كماشة، إلا أنها لا زال هناك من ينادي بمشروع الدولة وهذا هو حلم شباب فبراير. البادرة يعني الجيدة التي تحدثت عنها بداية حديثك من أي ناحية تجد أنها يعني ربما تخلق حل يعني خلال سنتين وتعز ربما في معاناة شديدة المناطق المحررة لم تستقل، ما هو الحل الذي يمكن أن يخرج به مثل هذا الاجتماع؟ يجب أن ندرك أن تعز وبكل وضوح هناك تآمر واضح عليها من أطراف انقلابية سواء انقلبت على مشروع التحالف العربي، وهي بكل وضوح الإمارات العربية المتحدة تحولت من دولة تدعي أنها شريكة فيما يتعلق باستعادة اليمن إلى دولة تمارس سلوك استعماري بشع، وهذا بتصريح من رئيس الجمهورية وأصبح أمرا يعني غير خفيا. الإمارات العربية المتحدة كان لها نموذجا سيئا أو نموذج سيء في عدن، غيبت تماما مسألة الدولة وتم تسليم العاصمة المؤقتة، عجزت عدن أن تكون عاصمة مؤقتة لليمنيين بفعل عبث الإمارات العربية المتحدة للأسف. وهذا نعم. وهذا يعني لو تحدثنا عن تعز ما هي مشكلة تعز؟ مشكلة يعني تعز يعني خاصة في المناطق المحررة، جهات نافذة تعمل خارج القانون، المناطق المحررة غير آمنة، مشاكل رواتب الموظفين، إسقاط أسماء الكثير من المجندين من كشوف الجيش الآن، يعني ربما المؤسسات الخدمية والإرادية، أين تكمن المشكلة؟ تكمن مشكلة تعز أن هناك عامل خارجي يسعى إلى عدم إلى ملشنة تعز وتكرار سيناريو عدن تماما. لكن مع ذلك عامين كاملين وتعز صامدة من أن يتم تكرار سيناريو عدن. عدن أصبحت الآن في قبضة ميليشيات، ووضعها الآن الناس يصفون أن وضع عدن أسوأ بكثير من وضع صنعاء. في صنعاء هناك الأمن المستتب وهناك قبضة أمنية موجودة، لا يمكن يعني على الأقل هناك تقاليد الدولة موجودة في صنعاء، بينما في عدن يتم تسليم العاصمة المؤقتة لميليشيات خارج إطار القانون وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات في جرائم حقوق الإنسان، وهناك يعني الكثير من عشرات التقارير التي نعم. تثبت انتهاكات كبيرة وجسيمة. تعز يعني نوجه حديثنا عن نعم. تعز حلقة اليوم. تعز اليوم تعيش يعني معركة فاصلة استمرت منذ عامين كاملين من الصمود. نحن نعرف أن هناك عامل أولا خارجي وهو الفاعل الأساسي الذي يسعى إلى تحريك كثير من الميليشيات التي تعمل خارج إطار القانون في إطار استقطاب سياسي موجود، والبعض يظن أنه من خلال بعض التحالفات الموجودة مع بعض الجماعات الميليشيوية المتطرفة التي تعمل خارج إطار القانون وتعمل خارج إطار مفهوم الدولة وليس لها إيمان بمفهوم الدولة. البعض الأطراف السياسية للأسف كمكايدة سياسية تسعى إلى أن تصطاد في الماء العكر بسبب إرث تاريخي معين أو غير ذلك، وهذا نتمنى أن يكون الاجتماع الذي حصل اليوم هو قطع مع الماضي فيما يتعلق بثقافة الانتقام السياسي وثقافة الثارات السياسية التي يجب أن ترتقي الأحزاب السياسية في تعز إلى مستوى أحلام شباب فبراير الذين خرجوا ينشدون الدولة وخرجوا ينشدون عودة الحياة المدنية والدولة المدنية والديمقراطية. نعم، إذا اسمح لنا أن ننضم معنا عبر الهاتف العقيد محمد عبد الله المحمودي القائم بعمل قائد شرطة تعز من هناك. مساء الخير سيادة القائد العقيد. مساء الخير والعافية وشكرا لك ولضيوفك الكرام وكذلك للمشاهدين الأعزاء. نعم يعني سيادة العقيد، المناطق المحررة في تعز الآن أمام اختبار حقيقي للدولة، وكما هو معروف أن الاختبار الأمني يقع يعني ربما ضمن أول الشروط ويكون هو الأبرز حاليا، بداية ما هي أولويات هذا الملف الذي تقومون به؟
والله بعد كسر الميليشيات وإزاحتها عن حدود تعز خراجها من معظم مدينة تعز، الآن نحن نخوض أهم معركة في إعادة مؤسسات الدولة وإعادة هيبة الدولة إلى تعز. من أولى هذه المعارك ومن أساسياتها هي عودة الجهاز الأمني بالوجود بالوجود في الواقع لحماية هذه المؤسسات وتسهيل ظهورها إن شاء الله في العقل القريب. نعم. إذن يعني لو تحدثنا عن كلمة استعادة الدولة التي يعني أوردتها، يعني أنتم نشرتم أيضا بيان صادر عن إدارة عام شرطة محافظة تعز يوم أمس الاثنين، تحدثتم فيه عن عملية التدشين والافتتاح للجوازات، أنها لم تكن ضمن عملكم وأن ذلك يعني حديث نتيجة تسابق الأخوة الوكلاء، هكذا ورد في البيان، على مناصب المؤسسات الإرادية والمحاصصة. يعني هل أوضحت لنا هذه النقطة بالضبط؟ هذا الموضوع أخذ اللغط الكثير جدا. تم افتتاح إدارة الجوازات من قبل أحد الوكلاء، نفاجأ لم يتم التواصل معنا ولم يتم إبلاغنا ولم يتم تكليف أحد رسميا مدير لإدارة الجوازات. نسمع من المواطنين بأنه تم افتتاح إدارة الجوازات وإنه هناك مدير، لم يمر عبرنا ولم نشعر مطلقا بقرار التعيين. إلى جانب ذلك أنه إدارة الجوازات مفتوحة أمام الجميع، وأنا ناديت غدا إن شاء الله جميع الصحفيين للنزول للإطلاع بأنفسهم. الإدارة غير جاهزة لإصدار أي وثيقة، ليست فيها جوازات وليست فيها شبكات إلكترونية ولا يوجد فيها أجهزة ولا يوجد فيها كهرباء، فكيف سيتم إصدار جوازات؟ هو من عملية تسابق وظهور إعلامي لبعض القيادات الحزبية المحسوبة على السلطة المحلية، وكذلك للبسط والسيطرة على كل مراكز الإيرادات داخل المحافظة. نعم، لكن أنا أرجو نعم. أنا أرجو من جميع السلطة المحلية عدم إقحام الأحزاب في عمل الجهاز الأمني. الجهاز الأمني جهاز حساس، هو أساسا خرج بعد الحرب جهاز مدمر. صحيح. أرجو منهم أن يبعدوا بأجندتهم الحزبية بمنأى عن هذا الجهاز حتى يتم إعادته على أسس مهنية وأمنية. نعم، يعني إذن ما هو رأيكم بالاجتماع الذي حدث اليوم، يعني اجتماع السلطة المحلية مع الأحزاب والذي ربما دعوا إلى تجميد نشاط الأحزاب وتقديم رؤية يعني موحدة من الجميع وعمل آلية لتنفيذ هذه الرؤية تحت مظلة المقاومة كما قيل؟ هل يعني نحن نتمنى أن تكون الأحزاب صادقة في هذه الرؤية التي تنادي إليها، نتمنى أن يكون لديها رؤية سياسية واضحة لقيادة المرحلة القادمة، لأن مرحلة مهمة في إعادة الدولة وهي المرحلة الأهم لهزيمة المشروع الكهنوتي والمشروع المتخلف للمخلوع وأعوانه. نتمنى منهم صادقين أن الأحزاب تخلص فيما بينها وتبعد عن المناكفات الحزبية التي أدت إلى دمار اليمن. هم سبب هذه الأزمة، فيجب أن يعقلوا وأن يتركوا البلد أن يبنى على أسس وطنية حقيقية وإدارية. نعم، إذن يعني أفهم من حديثك سيادة العقيد أن المشكلة أو مشكلة تعز تكمن في هذه الخلافات الحزبية، يعني المناطق المحررة توقعنا أن تقدم نموذج لبقية المناطق، ولكن للأسف ما يحدث في تعز يعكس صورة سيئة للأسف. ما زالت الأحزاب في غيها القديم، ما زالت تنظر على أن اليمن كعكة يمكن الاستيلاء عليها، لا ينظرون لتضحيات الناس، لا ينظرون لما فقدت هذه المدينة من أبنائها من خيرة وأطهر أبنائها، ما دمرت البنى التحتية اقتصادية ومدنية ومؤسسات دولة. هم يروا إن الفرصة مآتية لاختطاف أكبر نصيب في الحكم. نحن نقول لهم إن واقع اليمن تغير بعد هذه الحرب، يجب أبناء اليمن الحقيقيين أن يقوموا في بناء الدولة بعيدا عن الأجندة الحزبية، يجب أن نلتف جميعا الحزب الأكبر والأوسع والأقوى
وهو حزب اليمن. صحيح. حزبنا جميعا لكي ننجو من هذه المعركة. نعم، إذن يعني لو عدنا بالحديث عند الدائرة الجوازات، هل سيتم ممارسة عمل الدائرة من جديد؟ يعني خاصة وأن هذه المصلحة تعد يعني مصلحة مهمة بالنسبة للناس لصعوبة الدخول في إلى عدل استخراج جوازات جديدة، وأيضا لعدم قبول جوازات الآتية من سلطة الانقلاب. نعم، نحن نعمل جاهدين منذ 5 أشهر بالتواصل مع وزير الخارجية وكذلك وزير الداخلية ورئيس المصلحة لإعادة افتتاح هذه المؤسسة المهمة لتسهيل أعمال الناس. نعم. وتم التواصل وتم إرسال معظم أجهزة الإدارة وجوازاتها عن طريق عدن وعن طريق العبر، وهي في الطريق وهي موجودة لتدشين العمل. ولكن يجب ألا نعيش الناس بالوهم والكذب، يجب أن نفتح أولا، نعمل جاهدين، وأتمنى من الأحزاب أن تعمل معي لإعادة بناء هذه الإدارة لكي نقدم خدمة حقيقية للمواطنين ولا نبيع الوهم عليهم. نعم، إذن يعني لو تحدثنا عن الدعم بالنسبة لكم ك يعني شرطة أمنية وك يعني تقدمون الأمن للناس، هل يصلكم دعم كافي لإدارة الأمن؟ نقول لكم نحن نشكر الحكومة الشرعية على الدعم الذي وصل لنا، وهو ممثلا في صرف رواتب شهر 11 و12، والآن صرف رواتب 1 و2 برغم الإشكالية المخلوقة في الراتب، وإنه تم اقتطاع واحتجاز مبلغ 250 مليون ما زالت لدى الوزارة من مرتبات الجهاز. نعم. لا يوجد أي دعم حقيقي، ميزانيات تشغيلية، لا يوجد أي ميزانيات تشغيلية لهذا الجهاز المدمر، لا من التحالف ولا من الحكومة الشرعية ولا وكذلك من السلطة المحلية. نعم. إلى الآن لم ينفق علينا ريال. نحن نريد أن نعيد هذا الجهاز. الشيء الوحيد الذي لدينا هي الرواتب، وأتت منتقصة، ربع القوة احتجزت مبالغها المالية لدى الوزارة في وزارة الداخلية كتعامل خاص ومميز لمحافظة تعز عن جميع المحافظات الأخرى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأخي محمد عبد الله المحمود القائم بعمل قائد شرطة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني لا تزال يعني ربما الأحزاب السياسية تحضر في أوراق الصراع، يعني كما تحدث معنا العقيد محمد، وهذه مشكلة يعني ربما ناقشنا أكثر من مرة في المساء اليمني، لا توجد إجابات واضحة. ما الذي يراد لتعز؟ يعني يتحدث العقيد بأنهم ما زالت الأحزاب تظن أنها يعني أمام كعكة لابد من اقتسامها، المناطق المحررة يعني لا تسمى حتى ببقايا طعام حتى يتم تقاسمه، يعني منتهية تماما. ما الذي يمكن أن يتم اقتسامه سوى الأسى والألم وتحمل مسؤوليات عديدة؟ لما يعني حتى اللحظة لا يعني إلا إذا اعتبرنا اجتماع اليوم هو فعلا بادرة لتوضيح أو يعني الخروج من هذا اللغط ومن هذه الإشكالية في تعز، ما رأيك؟ نتمنى أن يكون هناك ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية على ألا تقحم نفسها فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لمؤسسة الدولة، وأن تبتعد عن ثقافة المحاصصة التي هي أتت أصلاً على مشروع الدولة لمدة 30 عام بتحالف قوى تقليدية مع علي عبد الله صالح. نعم. وكذلك بعد 2011 حينما دخلوا في مشروع المحاصصة مع نظام مع النظام القديم، وبالتالي تم إسقاط الثورة وسقط وحصل ما حصل من نحن نحصد الآن هي ثمن ثقافة المحاصصة التي ورثتها الأحزاب السياسية خلال فترة الثلاث العقود الماضية. نتمنى أن يكون هناك ميثاق شرف يحيد الأحزاب السياسية عن الخوض فيما يتعلق باستعادة أو بعودة مؤسسات الدولة. نتمنى أن تتضمن الرؤى التي يتم استقبالها كذلك تحييد الأحزاب أو إبعاد الأحزاب عن هذه النقاط الحساسة فيما يتعلق بإعادة الأجهزة الأمنية، هذه يجب أن تكون أن تبنى بمعايير وطنية بعيدا عن المحاصصة السياسية، لأن المحاصصة هي تتوقعنا بنفس المأزق السابق. نعم. هذا فيما يتعلق بمسألة بناء مؤسسة الدولة. الأمر الثاني مسألة الانقلاب أو الانفلات الأمني في تعز. الانفلات الأمني في تعز أنا أعتقد أنه الجهات الأمنية يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة
وألا ترمي بالتهمة على مسألة الانقلاب في صنعاء أو مسألة الخذلان من عدن أو مسألة محاولة الحزب السياسي لما يتعلق بإيش ثقافة المحاصصة الموجودة. يجب أن يكون هناك يعني شفافية ووضوح وبيان للرأي العام وتوضيح من يقف خلف هذه الاختلالات الأمنية التي لا تصب إلا في مشروع الفوضى الذي وقعت فيها عدن ووقعت فيها كثير من المناطق التي تسمى محررة وهي في الحقيقة هي تحت احتلال واضح، احتلال أجنبي واضح، وربما اليمنيون يعيشوا بعد ذلك مراحل أخرى من الكفاح لاستعادة مشروع الدولة، لأن هناك أصلا لا يراد لليمن أن تكون دولة قوية ومحورية في, يعني في المنطقة. لماذا أصبحت التحديات الأمنية في تعز أكثر تعقيدا من التحديات العسكرية؟ التحديات الأمنية لعوامل كثيرة. أولا هناك خلايا نائمة موجودة تعمل لصالح النظام السابق لكنها لم تستطع أن تحقق اختراق الذي قدم خدمة قليلة وكبيرة للانقلاب. انقلاب 21 سبتمبر هو انقلاب 4 مايو 2017. هذا الانقلاب الذي تديره الإمارات في عدن وهو الذي يحاول أن يجعل من اليمن بلدا فاشلا. أرادوا في ما يتعلق بالتحالف التي يعني جاءت الانتفاشة الحوثية وقضت على أحلام اليمنيين فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني ومؤتمر الحوار الوطني، ثم أتت عاصفة الحزم التي هي أصبحت الآن أمام الرأي العام انتفاشة يعني سعودية إماراتية وستنتهي لأنها أصلا انقلبت على أهدافها فيما يتعلق باستعادة الدولة. لم ليس هناك يستحيل يعني حقيقة يجب أن نصارح الرأي العام الذين لا يملكون ثقافة الدولة ولا ليس لديهم ولا يؤمنون بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان. هؤلاء لا يمكن أن ننتظر منهم كيمنيين أن هم في الحقيقة من أدخلونا في هذه الورطة عبر استعادة أو عودة نظام علي عبد الله صالح، وهم في الحقيقة هم الذين يحاولون الآن. كانت اليمن يعني هناك انقسام سياسي وهناك انقسام، الآن يريد أن يكون هناك انقسام اجتماعي يعقب تقسيم جغرافي لليمن، لكن نعتقد أنه ليس لن يكون هناك يعني اختراق من قبل هذه القوى التي انكشفت وانكشف مشروعها وتبين في الأخير أنها عبارة عن قفازات بيد قوى استعمارية تريد تجزئة المجزة وتقسيم اليمن والاستحواذ على طرق التجارة والاستحواذ على الممرات المائية، لأننا للأسف الشديد صدمنا كيمنيين بأننا أمام قوى هي للأسف الشديد قوى وظيفية داخل التحالف العربي تعمل لمشروع الثورة المضادة وتريد عودة النظام القديم في كل سواء في اليمن أو في حتى استعادة إعادة تأهيل بشار الأسد، وهناك يعني ماشيين في هذا المشروع، هناك إعادة لتأهيل سيف الإسلام في ليبيا، وهناك إعادة لتأهيل أحمد علي في الإمارات وعودته إلى المشهد السياسي. لكن أعتقد أنه الكفاح الشعوب العربية في المضي إلى التحرر، وأعتقد أنه سيستمر لعقد أو لعقدين من الزمن، والفرنسيون الذين خاضوا كفاح لمدة 70 عاما أعتقد أن مسيرة الحرية ومسيرة أن تستعيد الشعوب العربية زمام قرارها وأن تتخلص من سيطرة النفوذ الأجنبي الذي يبتزها ويعني أصبحت الجغرافيا العربية مستباحة والإنسان العربي مهان في كل مكان، وأصبح الإنسان العربي لاجئ في العالم ويهان في كل عواصم العالم وتغلق في وجهه الحدود في أكثر من بلد. نحن مؤمنون أن الشعوب العربية ستستعيد وستنتصر مهما كان هناك آلام ومهما كان هناك من معاناة. نعم. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء النور. أهلا بك. بداية أود أن تحدثنا ما الذي خرجتم به اليوم في اجتماعكم كسلطة محلية مع الأحزاب السياسية؟ هو تم اللقاء اليوم مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، لأننا ندرك السلطة المحلية أهمية وجود وحضور الأحزاب والتنظيمات السياسية في المشهد السياسي. أنا أعتقد أنه كان هدف اللقاء هو إلى ضرورة توحيد الجهود لهذه الأحزاب والتنظيمات وخلق اصطفاف واسع يضم كل المكونات السياسية بما يجعلها قادرة وارتفاع المستوى أدائها في المرحلة التي تعاني منها تعز كثير. وأنا أعتقد أنه خاصة وهناك كثير من المشاريع
التي برزت الآن حول برامج عمل للمرحلة القادمة. ونحن نرى أنه بلورت كل هذه المشاريع في رؤية مشتركة لهذه الأحزاب والتنظيمات السياسية عشان تكون رؤيتنا في المرحلة القادمة متلخصة في استكمال التحرير ومعالجة الحالة الأمنية وإعادة العمل لمؤسسات الدولة. نعم، إذا يعني باعتقادك أستاذ رشاد، هل يعني بهذه النقاط التي خرجتم بها هل يعني ستحل الإشكالات التي تواجه المناطق المحررة في تعز؟ هو أنا أعتقد أن هذه الخطوات الثلاث هي باتجاه خطوات قادمة تحقق التلازم بين اتجاه إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، بما يحقق تصويب الأخطاء ومعالجة الاختلالات لغياب الرؤية. وهذه مسألة لا بد نعترف فيها، لغياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة التي نعيش فيها وأدواتنا. نحن نقول اليوم بأن هذه الخطوات مهمة إنجازها، وهي متمثل بأهداف حرجة لا يمكن حتى للسلطة المحلية أن تقدم على عمل بإنجاز اتجاه المستقبل إلا بتحقيق إنجاز هذه الخطوات الثلاث. نعم، إذا أستاذ رشاد يعني كيف تفسر اتهام بيان إدارة شرطة محافظة تعز بقولها أنكم تتسابقون على المناصب، حيث أشارت بوضوح بقولها تسابق الإخوة الوكلاء على مناصب المؤسسات الإيرادية والمحاصصة القاتلة للعمل المؤسسي للأسف؟ أنا أعتقد بأنه عندما تعطل حيوية العمل المؤسسي يخسر المجتمع، وتصبح قدرته على التوجه والتوحد تجاه قبول السلطة مرفوض. أنا أعتقد أن العنوان الأبرز اليوم هو غياب الأخ المحافظ، ولهذا حتى الوكلاء ما يلصق فيهم اليوم هي اتهامات أنا أعتقد لا مجال فيها للحقيقة. سلطة شرطة تعز هي الإشكالية موجودة في فتح مكتب الجوازات. مكتب الجوازات سيدتي المكلف بشغل مدير الجوازات عنده تكليف من المحافظ وعنده قرار من رئيس مصلحة الأحوال من مصلحة الجوازات وعنده رسالة من رئيس المصلحة لوزير الداخلية بإخراج قرار بشغل الوظيفة. أنا أعتقد أن شرطة تعز لا تملك الحق برفض قرار هذا المكلف لشغل إدارة الجوازات، وبالتالي من يملك الحق حتى ليس المحافظ رئيس المصلحة، وهو الذي منح هذا الشخص مسؤولية إدارة الجوازات اليوم. نعم، لكن يعني كان معنا مدير القائم بأعمال قائد شرطة تعز يعني وتحدث أن المصلحة ليست جاهزة للعمل، لا توجد جوازات، لا توجد شبكة، لا توجد أجهزة، يوجد بها الكثير من يعني النقصان، ودعا أيضا للصحفيين للذهاب لرؤية المصلحة ومدى جهوزيتها. ممتاز، هناك رؤية موجودة اليوم في ترتيب الأوراق، لأنه في تعز الحالة الأمنية سيدتي لا تتيح لنا الحضار كل الأجهزة التي تم استخدامها من المصلحة في الرياض. رئيس المصلحة نصح مدير المكتب المعين بأنه يستبقي هذه الأجهزة في عدن إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية، وبالتالي عملوا آلية بأن كل الأوراق والمعاملات التي يتم تجهيزها في تعز يتم استخراج الجوازات من عدن. وأنا أعتقد أنه إذا ما شاهدتم الناس الموجودين في حوش مكتب الجوازات سوف تعرفون حقيقة ما أهمية وجود مكتب في تعز، رفع المعاناة عن المواطنين في سفرهم إلى عدن وبما يخسرون من مبالغ كبيرة، معظمهم لا يقدرون على القضية. هي إدارية سيدتي، المسؤول إذا كان مدير أمن والقائم بأعمال مدير أمن تعز رفض تكليف المحافظ للأخ هذا بتولي، ما علاقة مدير الأمن بأنه يرفض قرار للمحافظ؟ لا نحتكر الحرس ولا نحتكر حب الوطن للجميع، ونحن نقول بأنه العمل
لم تعد الناس بحاجة إلى شعارات، الناس بحاجة اليوم. صحيح، نعم، يعني ما أفهمه من كلامك أستاذ. نعم أستاذ رشاد، يعني لم تختلف كثيرا عن يعني رؤية العقيد محمد يعني القائم بعمل قائد شرطة تعز، يعني الفكرة الكريمة. الفكرة مشتركة، الهدف مشترك لديكما الاثنين. يعني وتدركان تماما كما ندرك جميعا أهمية وجود المصلحة في تعز، مكتب المصلحة في تعز، يعني سيحل الكثير من مشاكل الناس، يعني الجميع يدرك ذلك، ونتمنى أن يعني يتم افتتاحه قريبا. شكرا جزيلا لك أستاذ رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف. إذا أستاذ خالد، أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني برأيك ما هو دور السلطة الآن في تأمين المناطق المحررة؟ السلطة المحلية، السلطة المحلية ممثلة بوكلائها بمحافظها فيما يتعلق بتعز. نعم، يجب ألا نغرق في تعز وتفاصيل تعز. تعز هي جزء من الجمهورية اليمنية. نعم، لكن أستاذ خالد، يعني هذا النقطة اسمح لي أختلف معك، يعني كل منطقة تحرر يجب أن تقدم نموذج للمناطق الأخرى. يعني يسوءنا تماما ونحن هنا نتابع عن بعد، يعني أن كل منطقة تتحرر من ميليشيا الحوثي تغرق في تفاصيل أسوأ، يعني مماحكات وفساد ولا دولة. يعني نحن نريد أن تعود الدولة حتى تكون هي النموذج أمام المخرج البطل. طبعا المخرج طبعا الذي أدخلنا في مأزق المبادرة الخليجية وإعادة تأهيل النظام وإعادة المحاصصة السياسية، والذي كان وراء ما حصل في 21 سبتمبر، الوكلاء الإقليميون ووكلاءهم المحليون، هم يريدون أن يصل الناس إلى مرحلة من الإحباط ومرحلة من اليأس ومرحلة ويتكون هناك مقايضة ما بين الأمن والحرية، بالتالي نتنازل عن كرامتنا، عن حريتنا، عن امتلاك قرارنا، لنعود بعد ذلك يعني ليعود المخلوع ويعود ابنه لحكم اليمن. هذا 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 المخرج يريد، هذا يريد ذلك. فبالتالي للأسف الشديد نحن أمام يعني سلطة فرطت بكل أوراقها، وللأسف الشديد فقدت حتى الاستقلالية. نحن الآن أمام شك كبير جدا، هل عبد الرب منصور هادي ما زال لديه قرار سياسي أم أنه يعني أصبح تحت الإقامة الجبرية؟ نريد أن يكون هناك وضوح كيف تفسر وصراحة، يعني الصمت القادم من الشرعية حيال كل ما يحدث. نريد أن يكون هناك موقف تاريخي ويسجل عبد الرب منصور هادي إذا كان حقيقة لا زال يعترف بنفسه أنه ممثل اليمنيين ويمثل تطلعات اليمنيين، وأنه أقسم على أن يكون خادما لهذا الشعب، أمينا على وحدة اليمن، وأمينا على تطلعات الشعب اليمني، وأمينا على وحدة التراب الوطني. نطالب منه أولا أن يكون هناك وضوح للرأي العام، ماذا يعني أن تغرق المناطق التي تخرج عن سيطرة تحالف الحوثي وصالح، ثم تدخل بعد ذلك في تحت احتلال مظلم يغيب مفهوم الدولة، بل ويدمر النسيج الاجتماعي، بل ويسعى إلى خلق كيانات متطرفة تمارس أبشع أنواع الانتهاكات لم يعرفها اليمنيون إلا أيام الحكم الشمولي الذي كان في الجنوب في فترة من الفترات، والذي أنتج أحداث يناير. نحن الآن في الجنوب هناك تحضير خطير جدا لأحداث يناير أخرى، لكنها ستكون أخطر بكثير. لماذا؟ أحداث يناير كانت بين أطراف سياسية ليس لها أيديولوجية دينية. نحن الآن أمام تمكين لجماعات متطرفة مرتبطة بالإرهاب والتطرف وبجماعات تكفيرية، تم يعني تسليم عدن لهذه الميليشيات التي هي خارج إطار الأخلاق والقيم الإنسان اليمني الأصيل. نحن كنا نعيش خلال فترة حكم العدل صالح 30 عاما تحكمنا المنظومة الاجتماعية. للأسف الشديد حينما أتى التحالف العربي يريد أن يدمر هذه المنظومة الاجتماعية التي كنا نحتكم فيها في ظل غياب الدولة. فبالتالي هم أرادوا، نحن لا نريد منهم أن يستعيدوا الدولة، نحن نريد منهم أن يكفون شرهم المتمثل في تدمير هوية الإنسان اليمني،
تدمير تدمير البنية الاجتماعية التي هي الحصن الأخير في السلم الاجتماعي في اليمن. في الحقيقة نحن بحاجة الآن إلى 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 يعني مبادرة جديدة ومن نوع آخر. يعني نحن بحاجة الآن حقيقة إلى أن يكون هناك مراجعة جادة لأداء التحالف في اليمن. ونحن بحاجة حقيقة إلى أن تعود القوى الحية. نحن من أول من قبل أن تعود منذ البداية أن تعود القوى الحية سواء كانت موجودة في القوى السياسية. نعم. لأننا نعتقد أن قيادة الأحزاب السياسية الآن أصبحت مغيبة تماماً وفي حكم الإقامة يعني الجبرية. حتى أستفيد من وجودك يعني وأستفيد من بقية الوقت. لو تحدثنا عن تأهيل مؤسسات الدولة وتفعيلها في المناطق المحررة في تعز، ما أبرز التحديات التي تواجهها؟ أبرز التحديات هو وجود التآمر الذي نشاهده ويشاهده الجميع، وعدم السماح بعودة رمز الشرعية الذين يريدون يعني استعادتها إلى عدن، يعني عدم السماح بعودة عبد الرب منصور هادي إلى عدن، والعراقيل التي تمارس من قبل من ركب موجة التحالف العربي وهي الإمارة العربية المتحدة والتي تحاول أن تسيطر على اليمن ولديها أطماع استعمارية بعيدة كل البعد عن طموحات الإنسان العربي تماما، وهي تمثل يعني قفاز لأدوات استعمارية لا تريد إطلاقا الخير للأمة العربية عموما. فبالتالي نحن أمام يعني مرحلة تاريخية فاصلة، يجب على القوى السياسية أن تستوعب هذه اللحظة، ويجب على رئيس عبد الرب منصور هادي إذا كان يعترف لا زال بشرعيته أن يخرج للرأي العام ويقول أنه رئيس للجمهورية اليمنية، ونطلب منه أن يعني أن يطلب من الإمارات العربية المتحدة أن تخرج من التحالف العربي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد المكرمي رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. أهلا بك. يعني اجتماع موسع للسلطة المحلية مع الأحزاب السياسية لتكوين لجنة أو لوضع رؤية محددة للخروج بالمدينة من كل أزماتها، هل حدثتنا عن هذا الاجتماع بشكل تفصيلي؟ الاجتماع لدعوة السلطة المحلية هو عبارة عن دعوة لأن تصطف وتعزز القوى السياسية في المحافظة اصطفافها وتعزز أيضا أداءها، خاصة وأنها أمام مرحلة مفصلية فيما سعت أو وصلت إليه المحافظة من مواجهة المشروع الانقلابي والمشروع الظلامي للحوثي والمخلوع. وهذه الرؤى التي تقدم من كافة القوى السياسية لتستخلص في الأخير منها رؤية واحدة تقف على رأسها استكمال تحرير المحافظة، العمل على استتباب الأمن في المناطق المحررة وبتعريف بشكل عام، وتفعيل مؤسسات السلطة المحلية. هذه أهم القضايا المطلوبة فيها، وإضافة إلى قضايا نتحدث عنها. نعم. هل كانت رؤيتكم هو تجميد الأحزاب والعمل بشكل موحد تحت منظومة المقاومة؟ هو ليس تجميد، ولكن هي عبارة عن أن هذه الأحزاب تتناسى العمل الحزبي البحث، وأن تنطلق كما انطلقت منذ 27 شهر في بداية المقاومة، وكانت تعمل جميعا تحت عنوان كلنا مقاومة. يبدو أن تحقق الكثير من الانتصارات بفضل الله عز وجل، وتحرير اكثر من 90% تقريبا من المدينه، جعل هذه القوى تسترخي بعض الشيء، وخاصه في اطار الاداء السياسي لدى القوى السياسيه. هذا الامر من الاسترخاء استدركته اليوم القوى السياسيه عندما وجدت انها بحاجه الى انها تنجز المهمه التي امامها باستكمال تحرير المحافظه، وهذا يتطلب ان تعزز هذه الاحزاب والقوى السياسيه طاقاتها، تحشد طاقاتها وتتضافر جهودها وتصطف بحيث أنها تستكمل هذه المهام دعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى تتحقق مختلف أو كامل المهام التي المطلوبة، بالذات استكمال تحرير المحافظة. نعم، إذن يعني ماذا عن اللجنة الموحدة التي تشكلت أو تكونت من رؤساء الدوائر السياسية التابعة للأحزاب؟ يعني ما هي مهامها؟ متى يعني ستعلن عن الرؤية الموحدة للجميع؟ خلال أسبوعين، أعطيت بها خلال أسبوعين على أن تتم الرؤى، بحيث هناك أكثر من 4 رؤى جاهزة منذ منتصف رمضان تقريبا أو منذ بدايته، وهناك بعض القوى
أو الأحزاب ستقدم رؤاها خلال هذين اليومين، بحيث أنه لا تأتي بنهاية الأسبوع القادمة إلا وقد تحققت واكتملت الرؤية وعمل الجميع من خلال الرؤية التي ستنبثق منها، وسيقعد لقاء موسع لإشهار تلك الرؤية والعمل بموجبها، بحيث تلتزم القوى السياسية بأدائها كاملة من خلال زمن وجدول إلى آخر ما يتطلبه العمل، سواء لتحرير المحافظة أو لاستتباب الأمن أو لتفعيل مؤسسات السلطة المحلية. نعم، إذا يعني بالنسبة للرؤية التي يتم الحديث عنها، هل هناك اتفاق بين كافة القوى السياسية على الالتزام بما سيأتي أو بما يعني بها بهذه الرؤية؟ الرؤية لم تأتي من فراغ، وإنما بدأ الحديث عنها منذ وقت مبكر تقريبا، أو منذ أكثر من بضعة شهور، باعتبار أن الحاجة ماسة لأن تتحد جميع هذه القوى لأداء مهمة كلنا نشعر أو كل القوى تشعر أن هذه المهام ملحة، وأنه ما لم يتم التوحد وتوحيد الموقف إزاء هذه القضايا مثل استكمال تحرير المحافظة مثلا، فمعنى ذلك أن كل تلك الجهود التي مضت سابقا ذهبت أدراج الرياح، وهذا تفريط بحق الشهداء والجرحى والوطن بشكل عام، وبالتالي كل القوى لابد أن تلتزم عن هذا أو تكون أمام الرأي العام عارية، لكن أو تتعرى أمام الرأي العام، لكن القوى كلها من خلال المحادثات والحوار الإدارة أكثر منذ شهور كما قلت يجعل الإنسان يعول على أن نعم. هذه القوة ستكون صادقة ولن تتخلى عن واجبها ودورها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد المقرمي رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ خالد، يعني أخيرا تعز، المعركة التي لم تنتهي بعد، كيف تقرأ واقع المدينة يعني التي تشهد عامين ونصف مستقبلا؟ يعني هل يمكن أن يتم تلافي الأخطاء السابقة؟ أولا أنا أريد أن أقول أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من حشد الطاقات لاستمرار الحرب، الحرب أصبحت عبثية، نحن بحاجة إلى حشد مزيد من النية الصادقة والمشاعر الوطنية الصادقة من أجل إنهاء هذه الحرب التي خلفت أكثر من 17 مليون حالة مجاعة واضحة. نعم. 3 سنوات والتحالف العربي لم يحقق إلا مزيد من الانهيار في تفتيت المجتمع وتسليم المناطق. نعم. التي حررت يعني إلى ميليشيات. بالنسبة لتعز أستاذ نحن خالد بحاجة يعني نحن تخرج عن المسألة، الجمهورية اليمنية. نعم. تربة واحدة. نعم. نحن بحاجة خصصنا اليوم الحديث نحن بحاجة أن يكون هناك اصطفاف وطني للتواصل مع الإخوة في سلطنة عمان. نحن نشعر حقيقة أن الإخوة في سلطنة عمان والإخوة في الكويت هم أصدق الإخوة الأشقاء في الجزيرة العربية إلينا، ونسعى أن يكون هناك تواصل مع الإخوة في سلطنة عمان ومع الإخوة في الكويت، دولة الكويت، لإحياء مبادرة السلام من أجل استعادة اليمن كجغرافيا، والحل لن يكون إلا يمنيا، ونريد إعفاء القوى التي تسعى إلى السيطرة وتسعى إلى الاستحواذ على الجغرافيا اليمنية وتسعى إلى تدمير الإنسان اليمني وإلى إنهاكنا في حروب طويلة لن نحصد منها إلا الوبال. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عقلان ناشط السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.